امبارح الرئيس عبد الفتاح السيسي يعني كلنا فوجئنا كده على بعض الظهر انه وجه بتدقيق قاعده البيانات الخاصه بحصر وتسجيل الفنانين بمختلف فئاتهم بالتنسيق والتعاون مع النقابات الفنيه المختلفه، وذلك لشمولهم ببرامج الحمايه التامينيه والرعايه الاجتماعيه ضد المخاطر المتنوعه مثل الشيخوخه والعجز وغيرها، والتي قد تعيقهم عن اداء عملهم، خاصه ما يتعلق بالعاملين بالقطاع الفني الذين لا يتمتعون بوظائف منتظمة ولا يمتلكون مصادر بديلة للدخل، وذلك بهدف توفير سبل المعيشة الكريمة لهم ولأسرهم، بما يساعد على تعزيز وحماية القوة الناعمة لمصر على الصعيد الفني والإبداعي والثقافي، والتي طالما مثلت إرثا متميزا لمصر في المنطقة والعالم كمنارة للفن والإبداع. دكتور محمود، يعني عايزة أتكلم على القوة الناعمة. دايما إحنا قوة ناعمة، سواء بقى لما بنشوف أفلام مسلسلات سواء تلفزيونية إذاعية، بنقول تأثير القوة الناعمة، لكن أول مرة حد يبص على الفنان بنظرة إنسانية شاملة، خاصة في نقطة مهمة جدا في اللي أنا قريته ده، إنه دايما لما بيقولك الفنان بقى افتح هو مستني، هو معاه، هما مش شايفين ما خلف الفنان ده، الكتيبة اللي بتشتغل واللي هي محدش حاسس بيها. ده طبعا هذا الملف هو ملف شائك يعني منذ عشرات السنين، وأهمل بصورة أو بأخرى، وما كناش بنشوف يعني النقابات الفنية لها دور كبير قوي في المجتمع، وكانت أشبه بأن هي يعني حصالة بتلم مجموعة تبرعات من كبار الفنانين اللي بيتقاضوا الأجر الكبير، وبتبقى العملية كأنها عملية شخصية. تدخل الدولة، وخاصة أن هذا الموضوع يستحوذ على اهتمام الرئيس ويعقد هذا الاجتماع الكبير الموسع، الاجتماع اللي الحضور فيه لهم تأثير كبير جدا في اتخاذ القرار في الدولة المصرية، وبيتمتعوا بصلاحيات السيد الرئيس، السيد رئيس الوزراء، السيد وزير المالية، السيدة وزيرة التضامن الاجتماعي، السيد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون المالية. ده اجتماع تنفيذي على أعلى مستوى في الدولة المصرية، ده في حد ذاته تقدير كبير جدا لأهل الفن وأهل الإبداع في مصر. والنقطة المهمة في هذا الموضوع أن السيد الرئيس لم ينظر للموضوع لقطاع محدد في الفن، ولكن هو نظر إليه بصورة شاملة، عشان كده هنلاقي الكلام بيتحدث عن مجموع النقابات الفنية. أهل الفن هم أدرى بمشاكلهم وأدرى بظروفهم، ولما نتكلم عن النقابات يبقى احنا رحنا في اتجاه وزارة التضامن الاجتماعي، لما هنتكلم عن الجمعيات حتى اللي ما اكتملتش علشان خاطر نعمل نقابة فاحنا بالتالي ايضا رايحين لوزارة التضامن الاجتماعي. النقطة المهمة جدا هي فكرة الحصر. الحصر والتسجيل والتقييم. مين اللي يقول ان الراجل ده فنان؟ مين اللي يقول مسمياته الوظيفية خلف الكادر بتاع الكاميرا؟ كادر الكاميرا احنا بنشوف المنتج النهائي، ولكن ما خلف الكاميرا فرق عمل كبيرة جدا واحنا بنشوفها واحنا نعلم عنها كتير جدا. هؤلاء الناس ناس مبدعين ساهموا في إسراء الثقافة الوطنية. في نقطة هنا في منتهى الأهمية أحب أنا أتكلم فيها. احنا عندنا جزئين في مؤسسات الحكم في العالم كله، في جانب متعلق بتحقيق السيادة الوطنية، ده بتختص بيه أجهزة الدولة السيادية بالتنسيق مع المجالس العليا زي القوات المسلحة وخلافه، ورأس الدولة بيكون هو المشرف باعتباره هو الشخص المنتخب من مجموع عام الشعب المصري، فهو مفوض بصلاحيات عظيمة جدا في الدستور، بيدير هذا الموضوع بصورة مؤسسية. ثم نأتي لتحقيق المصالح الاقتصادية. المصالح الاقتصادية من ضمنها، من ضمن تحقيق هذه المصالح أيضا، الحفاظ على الثقافة الوطنية. الحفاظ على الثقافة الوطنية على ألا تخترق من دول أخرى أو ثقافات أخرى تؤدي إلى وجود خلل داخل هذا المجتمع. يمكن ما كانش حد يتصور أن موضوع القوى الناعمة أو موضوع الفن له علاقة بالأمن القومي، بالعكس ده هو من أهم مقدرات الأمن القومي اللي احنا مفترض نحافظ عليها، هو الحفاظ على مفهوم الثقافة الوطنية للدولة. القوى الناعمة تميزت بها مصر في محيطها العربي،
وتميزت بها على مدار العصور كلها، ولكن لقينا ان في مرحلة متأخرة او يمكن ما بعد الثورتين تحديدا اصبح الموضوع يدار بصورة عقلية البيزنس، واصبح الموضوع يدار بصورة عقلية انتهازية الى حد كبير. قطاعات كتيرة جدا اهملت، يعني رموز كبيرة جدا من اهل الفن واهل الابداع، خلينا اقول الابداع لان مجالات الابداع حضرتك هي مجالات متعددة. علشان كده حماية هذا القطاع وعقد هذا الاجتماع انا بتصور ان دي اول خطوة حقيقية من الدولة المصرية يمكن على مدار 60 سنة، ما شفناش ده وما سمعناش عن ده. شفنا عن تدخل رؤساء سابقين في حالات محددة زي ما حصل مع الفنان اسماعيل ياسين، زي ما حصل مثلا مع الفنانة زينات صدقي، دي حاجات كلها كنا بنقراها على اعتبار ان الرؤساء يعني تنبهوا لهذا الموضوع. لكن مفهوم ادارة الدولة بصورة شاملة وبصورة لا ينتقص فيها حق مواطن ده جديد علينا. علشان كده هنا الكرة بقت في ملعب اهل الفن واهل الابداع، هم اللي بسرعة يبدأوا ينسقوا صفوفهم. السيد الرئيس فتح ليهم المجالات دلوقتي فيما يتعلق بفتح ابواب الحكومة اللي هي المسؤول التنفيذي المباشر في ادارة شؤون الحكم. السادة الوزراء كلهم في منصبه لديه صلاحيات طبقا للدستور والقانون كبيرة جدا. النهاردة لما اجي اتكلم مثلا على بعض النقابات يمكن مش مشهورة في المجتمع، يعني مثلا كليات الفنون الجميلة، نقابة الفنانين التشكيليين، التشكيليين مثلا، نقابة الفنانين اللي بيسموها يعني ايه التطبيقيين كمان، يعني دول برضو كمان ليهم دور كبير جدا. هو امبارح ما شفناش غير 3 نقابات اتكلمت، اللي هي نقابة طبيعة الفنانين، المهن التمثيلية يعني، ونقابة الموسيقيين، الموسيقيين شاكر، ونقابة التشكيل، لكن في نقابات اكتر من كده بيعملوا فيها يعني كتير جدا حضرتك. يعني انا حتى في ناس لقيتهم بيكلموني بيقولوا لي ايه، هم دول بس ال3 نقابات اللي هيخشوا؟ لا 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 لا، يعني الناس ابتدت تسأل، الفنانين ابتدوا يسألوا، هم بس دول ال3 اللي هيبقوا موجودين؟ في نقطة كمان مهمة حضرتك، هي فكرة القطاعات نفسها، قطاعات العمل الإبداعي نفسها هي محتاجة إعادة تصنيف وإعادة إن أنا يعني أضع المتجانسين أو المشتركين في عمل إبداعي أصنفهم في شكل معين. يعني ال3 نقابات دول ممكن يبقوا 10 نقابات لو قدرت المجموعات دهيت من خلال نشاطها ومن خلال إن هي تتقدم لوزارة التضامن الاجتماعي. الوزارة مش فاتحة بابها كده، لا، الوزارة عندها خبرة وعندها متخصصين وهتراجع هذا الكلام، لان احنا عندنا تاريخ ممتد في هذا الموضوع. انا بتصور ان هي خطوة في منتهى الأهمية، والخطوة ديت هيعقبها خطوات. ويمكن حضرتك في بعض القطاعات في الدولة مش قادرة تستفيد حتى من البرامج اللي الدولة عاملاها، زي موضوع تكافل وكرامة وزي موضوعات كتيرة جدا، المعاشات الاستثنائية، دي كلها حاجات يمكن القطاعات ديت بعيدة عنها كل البعد. فان شاء الله يا رب يكون هذا الموضوع مقدمة كبيرة جدا، وتمويل هذا الصندوق في منتهى الأهمية، ان لابد ان وزارة التضامن بالتنسيق مع هذه النقابات توضع شروط في التعاقدات الكبيرة والتعاقدات اللي بالملايين، ان يكون في جانب من هذه التعاقدات مع القطاع الخاص او القطاع الاستثماري في مجال الفن والإبداع لدعم وتمويل هذه الصناديق بنسبة كبيرة جدا. نتمنى ان يكون هذا الدعم الذاتي يكون كبير بالإضافة الى دعم الدولة المباشر لهذه الصناديق. الخبر اللي بعده دكتور محمود تقريبا استكمالا اللي بعده، لانه الخبر اللي بعده الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بمواصلة جهود تطوير الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي لما لها من دور